وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بعض الدعاء يتهم داعية آخر فإذا قيل له في ذلك قال حدثني رجل معروف بعلمه وعدله فإذا قلت تثبت قال التثبت فيما إذا كان الناقل فاسقا فما رأيكم في هذا؟ هذا صحيح، كلام صحيح من حيث الظاهر أنه إذا أخبرك رجل ثقة لا حاجة للتثبت، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لكن قد يكون الإنسان ثقة ولكن له هوى فتضعف الثقة من هذه الناحية.